الأول في هذه الحصة، ونتيجة مولودية قسنطينة اتحاد شوية، حيث فرض فريق اتحاد شوية التعادل على مولودية قسنطينة. عبد العزيز زوري فوق أرضية غير صالحة، وبملعب 17 جوان الفريق الضيفي اتحاد الشوية، وبذكاء كبير عرف كيف يعود إلى الديار، وبنقطة ثمينة جدا أمام مولودية قسنطينة، بالرغم سيطرة هذه الأخيرة خاصة في الشوط الثاني، حيث تمكن فريق الموك من تفويق منطقة الخارج الشاوي الممتاز بالربح، لكن بدون نتيجة، والسبب يعود إلى التسرع وعدم التحكم الجيد في الكرة، حيث تم تضييع عدة فرص من قبل كل من جريش بوترية وقنبعة، وكانت فرصة أخيرة لصالح اتحاد الشوية الذي كاد أن يسجل على إثرها الهدف، وينتهي هذا اللقاء بنتيجة 0-0.